تكرفس عليه من واحد. قال لي جوج والثالث ما عرفوش. جوج ديال جوج معروفين، ثلاثة ديال العصابة. ثلاثة ديال الأشخاص، ثلاثة ديال الأشخاص هما اللي العصابة حاولوا يتكرفسوا عليه، خلاو كله بنية. اي هما عندهم النقود وعندهم الفلوس، الفلوس عندهم النفوذ، عندهم النفوذ عندهم ما يعطيو. قال لك جنافو عليه، قال لك احنا عندنا بحال مات الدبانه وتكرفسوا عليه. والله الا نفسيين مرضوه، مريض نفسيا. عنده ديال الوليدات، عنده جوج بنيات وولد، وجوج ولاد خوه مربيهم، جوج ولاد خوه. مي قلت لهم ولد اختو، ولاد اختو، مي قلت لهم، مي قلت لهم باهم. متابعي قناة شوف تي في على المباشر، من ثلاث ولاد فارس، بلا صورة لا، من ثلاث ولاد فارس، ضواحي سيدي حجاج. معنا صرخة، معنا هاد السيدة اللي هي أم واحد الشاب اللي تعرض لواحد الاعتداء بشع من طرف ثلاثة ديال الأشخاص اللي مشكلين عصابة. هو غير سارح ديال الغنم هنا ومعيش ثلاثة ديال الوليدات، حاولوا انهم تكرفسوا عليه، تكرفسوا عليه وخلوه كله دمايات. ثلاثه ديال الوليدات وجوج ولاد اختو، وجوج ولاد اختو يتامى. معنا الام ديال هاد السيد. شربي يلا سيري حطي لي بلاش. معنا الام ديال هاد الشاب اللي غادي تحكي لنا التفاصيل الواقعه ديال هاد الاعتداء. تفضلي يا لالا. السلام عليكم. هاد السيد ولدي شاد واحد البهيج مات من عند واحد من نواحي سيدي حجاج. تلقاو تبعوه لحقوا عليه هذوك الثلاثه ساكنين حداه وتكرفسوا عليه. تكرفسوا عليه، درنا الشهاده دفعناها درتو شهاده طبيه، درنا شهاده طبيه دفعناها. سمعت انه دوز شي يومين في مصحه خاصه. اييه دوزناه نعس في كلينيك. نعم هزاتو لابيلانس. نعم هزاتو لابيلانس وديناه سيدي ودفعنا الوكيل. ما تقدموش، ما دازوش حتى في التقدير. الحد ساعه باقيين، الحد ساعه باقيين. دابا عاد علموه نهار 11، نهار 17 في شهر 10 عاد غيدوز. عاد دخل في 3 شهور. 3 شهور هو باقي بلا تقدير. دخل 3 شهور هو باقي بلا تقدير. بغيتك تحكي لي يعني كيفاش جاو دخلوا عليه هو كيفاش. صابوه ناعس. صابوه ناعس. ناعس وغلبوا عليه. هزيناه، قلت لك مسالي كاينه لابيلانس، كاين الشهود مول لابيلانس. نعم. اللي هزو معانا وعاش الملك. رانا بغيت المخزن يعطيه حقه، وبغيت القانون يعطينا حقنا. دابا هو المعيل الوحيد هو اللي معيش هاد ثلاثة ديال الوليدات. خمسة. خمسة ديال الوليدات معيش. ثلاثة ديالو وجوج ولاد اختو. جاو دخلوا. مي قلت لهم باهم. جاو دخلوا تكرفسوا عليه. دخلوا تكرفسوا عليه. عتا عيط كاع في التليفون امي، قال لك راني مكرفس جيبي فاش تهزيني. هما راه صوتوه وقطعوها منه وخواو عليه الماء جهد اللي ما يبقاش الدم، باش ما يبقى داك الدم، باش ما يخليوش الاثار ديال وهزوا جمعوا ومشاو. وعلى 15 يوم عاد طلبونا، قال لك نتسامحوا. وانا ولدي مهلوك، ما بغيتش نسمح في حقك ولدك، وحنا في دولة الحق والقانون. ما غاديش احنا اللي تغى على خوه يقتلو. راه حنا ولاد المخزن، وعاش الملك، عاش الحموشي. باش كطالب يا لالا؟ كنطالب بحق ولدي. يبان. كنطالب بحق ولدي، راه غبر. راه أي باب دقيت والو. كلشي البيبان مسدودين. كلشي البيبان مسدودين في وجه ولدي. دابا شنو الذنب ديال هاد الوليدات وساكن؟ راهم خمسة. خمسة. خمسة هاد الوليدات راهم تشوفي بهم. جوج ديال اختو مي قلت لهم باهم معيشهم، وثلاثة ديالو. ولدي مرض نفساني ما صاب فيها لا هادي ولا ديك والو. المخزن مازال ما عطاناش حقنا، وكنطلبوا من سيد الحموشي ورجاله، من سيد الحموشي والقانون ورجاله يعطيونا حق ولدي. راني مضروره في حق ولدي. الملف كيدوز دابا، الملف عند دارك ديال سيدي حجاج. دخلوه وداوه، يعني دفعوه للمحكمه. دفعوه للمحكمه الملك ابتدائيه بن حمد. اييه وباقي باقي ما دايش. الساعة دابا نتوما كتسناو غير في التقديم. يعني. كنتسناو في التقديم، ما كاين لا تقديم لا والو. راه دخلوا ثلاث شهور. واش هذيك الحالة دار وليا؟ ودابا ودابا كيشوفوا كيشوفوني في السوق وكيقول لي جنافو عليك. يعني جري طوال. تلاقيت مع السيد قال لي جنافو عليك، حنا راه عندنا الفلوس. راه حنا قيمت روح نهنيوك.
يعني قال لك جري طوال. اه قال لي جري طوالك، واليوم الله يجعل البركه، الله يجعل البركه في سيدنا ورجال الحموشي. بس كطالب يا وعاش الملك. كطالب يا كان طالب بحق ولدي يبان، كان طالب بحق ولدي يبان، ضاع منه الدم ومرض فيها، ودابا راني مزوقه في ربي والملك. الرساله وصلت كيف كتشوفوا يعني؟ مزوقه في ربي وسيدنا، عاش الملك. من قلب ولاد فارس، ثلاث ولاد فارس، ضواحي سيدي حجاج، معنا هاد السيده اللي هي ام واحد الشاب اللي عنده خمسه ديال الوليدات، تعرض لواحد الاعتداء همجي من طرف واحد العصابه اللي فيها ثلاثه ديال الاشخاص، كلو خلو يعني كلو دمايات، وزادوا كبوا عليه سطل ديال الماء. الام يعني كطالب بالانصاف وكتوجه النداء ديالها للمسؤولين باش ينصفوا الابن ديالها وباش يبان ليه الحق. كنطالبوا من المسؤولين وعاش الملك، وبغينا رجال الحموشي ربي يعاونو، بغينا يطول ليه عمره يتفكرنا ويشوف حقنا، راه حنا ضعنا في حقنا. رساله وصلت لاله، كنشكركم على التواصل والتفاعل. الله يرحم الوالدين. مباشر ولا لقاء بث مباشر اخر.